لا حاجه ولا قال لي في مره تقريبا راح كده. ده عمره قد ايه؟ 3 شهور ونص. السلام عليكم اخواتي وحبايبي متابعين قناه محمد العالمي. طبعا زي ما تعودنا قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، ويا ريت تنسوش تعلقوا لي عشان ما يبقى في معاوي. النهارده فيديو جديد، فيديو محترم بيع وشركة لف سوقكم مع مسار كوسه هنا، ايه ارقام التليفون. والله يا جدعان انا اللي قدام مني في سوق الجمعه او اللي بيرضى يصور معايا في قلب السوق انا بصوره، يعني مثلا كتير قوي في حاجات مستويات حلوه وفي حاجات نظيفه، بس صحباتها للاسف يقول لك لا انا ما بصورش، لا والله انا كده ما بتعرضش البيع. بعد ما اصور يقول لك لا والله انا معيش رقم تليفون. يا يعني عم ازاي معكش رقم تليفون؟ اه والله معيش رقم تليفون. فيبقى غصب عني ان انا امسح الفيديو، اما اسيبه مثلا لو هو مثلا لو الكلب عجبني. غير كده والله انا مش ماليش حد مثلا معين بصور معاه ولا الكلام ده، وتقول لي مكان معين بصور فيه، لا انا السوق كله الجمعه بصور فيه، وفي اي وقت مثلا بقدر اصور فوق وتحت، ايه على اول الكوبري من تحت الكوبري، كل الكلام ده وقت ما في تلاقي في سوق الجمعه انا بصور. طبعا انا بقول لكم الكلام ده عشان في ناس بتتكلم معايا بتقول لي علامة انت ما بتصورنيش، علامة والله انا الفيديوهات بتاعتي ما بتنزلش، كل الفيديوهات كلها بتنزل. فمعلش سامحوني انا بتكلم معاكم في حاجه زي كده. طبعا زي ما اتعودنا لو انت اول مره تخش على القناه مش هتشترك لي فيها، لو عجبك الفيديو علامة لايك واشتراك وفعل زر الجرس، يا رب الفيديو يعجبكم واستنى التعليقات بتاعتكم ونكمل مع بعض ونشوف الدنيا فيها. يا عمرها قد ايه؟ عندها سنة وشهر. سنة وشهر؟ خلفت مرة تقريبا؟ راحة كده؟ متطعمة ليها دفتر؟ ملهاش أي حاجة؟ ليها دفتر متطعمة. ده عاملة كام؟ 2.5. فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة ولا في كلام تاني؟ كام رقم التليفون؟ 011 28 92 03 03 62. ده عمره قد ايه؟ 3 شهور ونص. طالع عنك ولا انت مشتريه؟ غايب غانا. متطعم ليه دفتر ليه حاجه ولا؟ عامل كام؟ عامل كام؟ 12. فايده ولا في كلام تاني؟ فايده بتاعتك انت. كام رقم التليفون؟ 011 27 10 0 011 27 92 10 0 9 1. المكان فين؟ جيزة. حبيبي عالمي. ولا ولا ده عمره قد ايه؟ 8 شهور. واخد تطعيمات وليه دفتر ليه حاجه؟ ملوش اي حاجه. ده عامل كام؟ 2000 جنيه. فايده ولا في كلام تاني؟ في كلام. كام رقم التليفون؟ 010 98 040 898. المكان فين؟ الوان. حبيبي عالمي احسن لك. حبيبي عالمي. جمراتي سنة وثلاث شهور. سنة وثلاث شهور. خليك مرة قبل كده؟ أول إنتاج ليها. دي أول إنتاج صح؟ ليها تطعيمات ليها دفتر ليها حاجة ولا؟ دي عاملة كام؟ عاملة 10. فايدة ولا في كلام تاني؟ في واجب في واجب. جراوة مراتي 55. خلي تطعيمات ليهم ولا؟ خلي تطعيمات ليهم ولا؟ الجرع عامل كام؟ الجرو عامل الجرويتين دول كل واحد عامل 5. الجروية ضخمة شوية اللي هناك دي عاملة 6. يعني 5 ب 82 دول والولد 6. كام رقم التليفون؟ 010 07 94 55 6. المكان فين؟ عين شمس. عين شمس. حبيبي عالمي احسن ناس.
لا لا من عارف. ده عمره قد ايه؟ ثلاث شهور. طلع عندك ولا انت مشتريه؟ طلع عندي. طلع عندك. خطط عملت فيه ولا اي حاجه؟ متطعم ليه ضفطه ولا اي حاجه؟ كل حاجه موجوده. ده عامل كام؟ 3000 ونص. فايده ولا في كلام تاني؟ فايده 3. كم رقم التليفون؟ 010 90 150 285. مكان فين؟ السيد عيش حبيبي علامة. ده عمرها قد ايه؟ 11 11 شهر؟ اه. طعامة ليها ضفطة ليها حاجة؟ صوتها موجود. ده عاملك كام؟ ثلاثة. فايدة ولا في كلام تاني؟ كام حبيبي كام رقم التليفون؟ 100 196 29 81. المكان فين؟ عين شمس حبيبي علامة أحسن الناس. دي عمرها قد ايه دي علامة؟ 3 سنين. بسم الله ما شاء الله. خلفت كام مرة؟ مرتين. للطعامة ليها ضفطة ليها حاجة؟ كل حاجتها موجودة. ده عاملة كام؟ 8000. فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة. كام رقم التليفون؟ 012 896 70 15. المكان فين؟ محمد بن. المكان فين؟ شبرا مصر حبيبي علامة أحسن الناس. امراه ديني دي دي 10 شهور. هل تقامات فيها او اي حاجه؟ ده عامله كام؟ كده 3.5. الجديد التاني ده امراه دي عامله 3.5. خلفت كام مره؟ خلفت كام مره؟ مره واحده. نفس الموضوع برضه مفيش تقامات دي ولا اي حاجه صح كده؟ عامله كام؟ 4.5. فايده ولا؟ فايده ولا؟ انت اللي بقى امراه دي سنة وشهرين. خلفت مرة تقريبا؟ لعبها اهو يا اخويا لو كده. فريتها كم؟ فريتها كم؟ فريتها 5. كم رقم التليفون؟ 011 52 73 12 64. المكان فين؟ فيصل. فيصل حبيبي علامة. حبيبي علامة.